العون، هل تؤيد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي؟ كجزء من حل إلي؟ لا، بتعتبرها جزء من حل؟ هلا هيدا بده يصير في معالجة بالآخر للعلاقات بيننا وبين الخليج، وإذا هيدا ممر يعني قد يفيد، أكيد بعتقد المصلحة الوطنية أهم من يعني مصلحة شخصية. في حدا اليوم عم يحكي مع الخليج من لبنان؟ لا مفروض هلا بالوقت الحاضر بعتقد بالواسطة عم تصير، بس بمكان ما أنا بعتقد قصته جزئية، يعني ما فينا نقول إنه هو يعني هي منا بس تحول للرمز للاشتباك. إذا الاشتباك بمضمونه الأساسي بينحل، و إذا بيتطلب هالشيء استقالته فليكن، ما بيتطلب كمان فليكن، يعني منه موضوع، يعني منه موضوع هالقد جوهري. برأيي الجوهري اليوم بالمشكلة مع السعودية مش هو، الجوهري إنه في مسار بالعلاقة صار ما بيسوى، بده شو معالجة. الجوهري؟ الجوهري إنه حزب الله السبب بتقول؟ في مآخذ افترضي لازم يحصل حوار بيننا وبينهم، ما فيها تكون هيك بس على المنابر. يعني بعتقد هناك إعادة ترميم مطلوبة للعلاقات بيننا وبين الخليج، وتحديدا بين المملكة العربية السعودية. مين الشخصية بالإثنين القادر؟ مش معناتها إنه كل المآخذ اللي عندهم إياها مضبوطة أو ما عندهم مآخذ مضبوطة، بس هذا بيتطلب حوار بيننا وبينهم. يعني اليوم شو بتعتبر المأخذ المضبوط عند السعودية؟ في امور يعني يمكن انه حق يزعلوا منها، مثل التهريب اللي عم بيصير لعندهم، مثل اليوم ممكن انه اللهجه، الخطابات الهجوميه عليهم الى اخره. هيدي من الامور يلي لهم حق يكون عندهم مآخذ علينا. طيب انتم مش قادرين تمونوا على حزب الله بتخفيض نبره الخطاب السياسي تجاه السعوديه، لانه هو الطرف الاساسي بهالنبره؟ والله منا قصه مونه، يعني هو حزب الله عليه هو يقدر عمليا، يعني عليه هو يقدر شو اللي بيفيد لبنان وشو ما بيفيد لبنان. مش ناطرني بس انا حتى اقول له هالشيء، بس هو لازم يعرف كمان انه عنده جزء من المسؤوليه في المساهمه بتخفيف هذه الاشكاليه بيننا وبين الخليج. انا برايي حتى اكثر من هيك، يمكن بيتطلب الموضوع حوار بين الخليج وبين المملكه العربيه السعوديه وكمان حزب الله. ليش؟ لانه من الواقع حزب الله جزء من النسيج اللبناني، جزء من التركيبه اللبنانيه، ما فينا نتعاطى معه انه بالمفرق بالاخر، بدليل انه اكثر واكثر التعاطي الدولي والتعاطي حتى الخليجي عم بيصير ما عم بيميز بقى بينه وبين الدوله اللبنانيه. فزن عظيم، زلنا باكج واحد، كلنا نتحمل مسؤوليه في المعالجات. يعني عم تدعي لحوار مباشر بين حزب الله والمملكه العربيه السعوديه؟ بين لبنان والمملكه العربيه السعوديه، ولكن جزء الله يكون حزب الله يكون جزء منه. طيب هل تؤيد الخطاب اللي بيعتمده حزب الله مع السعوديه؟ لا مش بالضروره، بس هلا هو عنده اشكاليه معهم، هن بيعتبروه ارهابي، هو برد عليهم على الاساس. يعني ما بتأيده؟ لا ما بأيده، انا ما عندي ذات الاعتبارات عنه، يعني هو عنده اعتبارات وهن عنده اعتبارات ضده. ما بدي انا اعمم مشكله حزب الله مع السعوديه لكل اللبنانيين، حتى نحن من موقع الحليف لا ما عندنا ذات الاشكاليه اللي عنده اياها هو.